قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الجامعين والسلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وذكر من الكفاف شان شرف صبيه. فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا: إن الله يحب الملائكة يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.